كنشكرك السي عبد القادر السبيطي اللي صيفطتنا الدعوه ديالك باش نديرو معاك حوار حول على الطاكسي اللي قلتي لي على الطريفة ولا الكونتور، وبغينا نطلبوك الوضوح والشفافية والمصداقية واللي كيعاني عليها القطاع واللي كيتخبط فيها. انا كسميتي عبد القادر الخليفي، عضو المكتب النقابي ديال اتحاد المغرب شؤون. الموضوع اللي كنناقشوا فيه دابا ديال الطريفة، دابا هاد الطريفة اللي دابا اللي خرجت جديدة، اللي كان بالنسبة حنا كاتحاد المغرب شغل شهدنا على هاد الطريفة وديرناها جديدة، وهاد الطريفة اللي فعلناها هذه بعلم السلطة. الطريفة هذه اللي درناها بعلم السلطة، بعلم السلطة المحلية بالباشا، وهاد الطريفة الجديدة اللي درناها راه ماشي زدنا فيها، راه باقا كيما هي، درنا واحد التعديل ديال الطريفة. البلايص اللي ما كانوش داخلين في الطريفة، الأماكن اللي ما كانوش داخلين، كانوا الطاكسيات ما كيمشيوش ليهم، كانوا كيديروا ديك البلايص ديك الطريفة. دابا بحال اللي كنقولوا مارشي، كاين اللي كيدي ب 20 درهم، كاين اللي كيدي ب 15 درهم، كل واحد ما كانش عنده الثمن ديالو. كاين اللي كاين الطاكسي كتقول له ديني المنار، كيقول لك راه ما دخلش في الطريفة. حنا كاتحاد المغرب شغل، وحنا درنا هاد التعديل ديال هاد الطريفة. الأماكن اللي ما كانت داخلة شكون هما الأماكن؟ الاماكن اللي ما كانوش داخلين، بحال دابا نقول لك المحيط، تزئاد المحيط، المنار واحد، المنار جوج، الكليه والمرجان، تزئاد النجمه، هادو الاماكن اللي ما كانوش داخلين. ما كانش المواطن ما كانش عارف التعريفه ديالها، الاثمنه ديالها. حنا كاتحاد المغرب شاهدنا وخدمنا على هاد الطريفه باش نوريوها للمواطن، باش المواطن شاف هاد الطريفه عجباتو وتقبل بها وخدمنا بها. كاينه واحد الفئه دارت عليها المعارضه ما بغاتهاش. شكون هاد الفئه اللي دارتها المعارضه؟ هي الاتحاد العام الشغالي، هي اللي دارت عليها المعارضة، قالت لك ماشي قانونية. هي أصلا حنا 20 عام وحنا خدام الطريفة غير قانونية. كاينة الطريفة اللي خرجت 2012 اللي قانونية، ثلاثة بخمسة دراهم. المهم هز كورصة وحط كورصة، مشيتي للمغرب الجديد هزيتي ثلاثة الناس سبعة دراهم، كي جوج كي واحد كي ثلاثة. هذه هي الطريفة القانونية اللي خرجت في 2012. حنا كمكاتب نقابية واللي مشينا عند السلطة وهذا، قلت لها الطريفة اللي خرجوا حنا ما قبلناهاش، ديروا لنا ثلاثة ب 10 دراهم، جوج ب 7 دراهم. جات السلطة قالت لك ما كايناش في القانون ديال هاد الطريفة. إذا أنتم بالنسبة لكم أمام هاد عدم التفاهم ديالكم مع الأطراف النقابية الأخرى، يعني واش انتم غادي تستمروا ولا غادي تعتبروا بان هذا تكسير الجهد ديالكم، يعني توحيد التسعيره؟ يعني مثلا الا بقاو هما خدامين بهذه الطريفه القديمه اللي كيعرفوها الناس وكلشي. دابا حنا خدامين بالطريفه القديمه، هذه الطريفه القديمه اللي كانت ديال 2012. نعم، ما كانش متفعله، ولكن دابا اذا استمروا هما مثلا، كاين بعض الاماكن اللي مثلا كيعرفوا من الناس كيهزوا مثلا 10 5 دراهم، انتم دير لهم 7 دراهم مثلا. هي اصلا في الاول كانت 7 دراهم. 7 دراهم، ومني طلع الغازوال ولا 10 دراهم 9 دراهم فاصله 50 59 هذا، ولينا كنفعلوا الطريفه بالذهب. السبب هذا واش هو عيم وزيادات نقابيه ولا غير على القطاع انهم خصهم يحافظوا على الاستقرار ديال التسعيره اللي كيعرفوها الناس، معروفه كيعرفوها دائما الناس اللي متعارفين عليه، بحال عرف بانه كيمشي لواحد البلاصه معروف الثمن اللي كيمشي بها. هذا عرف الناس اللي كيمشيو، اي واحد اللي كيعرف البلاصه ديالو اللي كيمشي عارف الاثمنه ديالها، كيشدها في يده كيعطيك الثمن ديال البلاصه اللي في قلبها. واش يمكن تذكرنا مثلا بعض التسعيرات اللي دابا شي يعرفوها الناس
شحال التسعيره دابا ولات مثلا؟ ذكرنا بعض الاماكن دابا اللي وقع فيها التعديل وشحال كاين التسعيره شحال اللي لهم؟ ايوا المرجان راه 15 درهم من المدينه حتى المرجان راه 15 درهم راه معروفه. كاين بعض الطاكسيات راه كيهزوا ب 10 درهم على حسب الظروف ديالهم، حنا ما كنزيروش على بنادم. كاين نسبة الطلبة ديال الكلية راك هي تما 15 درهم، نسبة الطلبة كنساعدو معاهم هي 10 درهم، علاش هذاك الطالب كيقرا وكنساعدو معاه، وهذه كمبادرة ديال اتحاد مغشوم، حنا كنوعيو من المهنيين، الإنسان اللي كان كيقرا ولا هذا تعاون معاه ما تضيعوش في الدراسة ديالو، هو راه هو محتاج. وبالنسبة للمنار؟ بالنسبة للمنار المنار الأولى 10 دراهم. كاين واحد وجوج. واحد وجوج، والثانية 15 دراهم. هذا هو المشكل. هذا بالنسبة للوقت العادي، ولكن بالنسبة بعد التسعود كيكون كتكون زيادة 50% كتبدا في التسعود في الشتاء في الشتاء، واللي كتدخل الصيف راه كتبدا في 10 الليل زيادة. هذه قانونية في المغرب كامل. واش يقولوا في العرايش؟ نعم. وكيتسالوا يعني المواطنين داكشي علاش مثلا علاش ما فعلتش هاد العداد يعني اللي استعملوه معروف كيتعرفوا بين الناس كاملين كيستعملوه في المدن الاخرى. المشكل ديال العداد، حنا العداد ما خايفينش منه. العداد لا بغى يديروه من الغدا مرحبا به. العداد ما كيضيع حتى شي واحد، ما كيضيع لا كليان، ما كيضيع لا طاكسي. بحال اللي كنقولوا، ولكن انتم رفضتوه لان كنعرفوا علاش مدينه صغيره والانسان كيتحرك يستعمل الطاكسي بزاف كيمشي واحد المسافه قصيره رغم المشكل ديال العداد يعني ما كيكونش صالح ديالكم انتم. كانت التسعيره 5 دراهم 7 دراهم ولا شي حاجه. نعم. كاين فرق بين العداد والطريفه. كتهز انسان من البلاصه حتى المغرب جديد يحسب له العداد 13 دراهم. يحصل له العداد 13 درهم من البلاصة للمغرب جديد. الطريفة داير له 7 درهم من المدينة للمغرب جديد. كاينة فرق. هذه سهلنا على المواطن. المواطن هنا فين يشوف بغى 7 درهم. حنا خممنا للمواطن، ما خممناش لينا. حنا هادي راه تسهيله للمواطن. كنهز 7 درهم المغرب جديد ملي كتكون هواد المدينه 7 درهم. كنا شحال هادي كان المازوط طايح ناقص المازوط، كنا كنهبطوا ب 5 درهم. دابا التسعيره ما بقاش بديتو تخدموا بها هاد التسعيره؟ نقول لك شي 4 ايام. 4 ايام. وشني بعد التطبيق ديالها شني كان يعني الكاسات ديالها في العلاقه ديالي يعني رايي؟ التطبيق ديالها باش طبقناها. نعم. ملي تحلت المحطه الطرقيه. ملي تحلت المحطه الطرقيه، ولكن شنو هي الراي ديال المواطن، الراي ديال الممتهن ديال القطاع؟ لان دابا كيلاحظ ان انتم عندكم انقسام، ما توحدتوش في يعني في اتفاق على هذه التسعيره هذه، وكاين مساله ديال الراي ديال المواطن حتى هو عنده لان انعكاسات الاثار ديالها. بالنسبه للمواطن ما عندوش انعكاسات، كيركبوا معنا قال لك الطريفه مزيانه في المستوى مناسبه. قلنا له لو بغيتوا الكونتور نديروا لكم، قال لك لا الكونتور ما صالحناش. بالنسبه للمواطن باش انت تهز المواطن من المدينه حتى للكوميساريه غيحصلوا 12 درهم او 13 درهم. حنا واش درتوا شي جهد ان تحاورتوا مثلا مع الممتهن ديال القطاع، ان مثلا تحاولوا تحاوروا معاهم باش تفقوا على ان القطاع كامل يكون كيخدم بنفس التسعيره، ما يوقعش هذا الانقسام هذا؟ تحاورنا مع الاتحاد العام الشغالين، علمنا ورينا له الطريفه، قلنا له هذا الاتحاد العام الشغالين قال لك هذه الطريفه ماشي قانونيه، خصنا قرار عاملي. شنو هو قرار عاملي؟ خصو يدير عليه محضر ودير اجتماع مع السلطه المحليه ويطلعوا عليها ويخرج محضر ويتفرق المحكمه ويتفرق الدوائر اللي باش هذا قانوني. باش لو وقع لك صراع مع مواطن ولا هذا باش البوليس السلطه التنفيذيه باش الاتفاق مع الباشا، وان هذا كيكون مقدمه ان ممكن تعملوا طلب باش تقدموا يعني. واش قمتوا بشي مبادره يعني باش تصدروا واحد القرار عاملي اللي من اجل تفعيل هذا القرار هذا؟ القرار العاملي ما قدرش يعطيوه لك. المشكل اللي كاين، كاين في ثلاثه وكاينه جوج 7 دراهم، ما كايناش في القانون ديال الطاكسي. كاينه دي كورسا ونزل كورسا 7 دراهم ولا 5 دراهم شحال ما هزيتي. دابا حنا عندنا مشكل ديال جوج الناس ثلاثه الناس ديال الاشخاص. وبالنسبه للقرار العاملي ما يعطيكش واحد قرار عاملي طابع بحال كنقولوا يطبع لك على الطريفه ثلاثه الناس ب 10 دراهم.
هذا هو هذا في منع القرار العامل، قال لك هذا ما كايناش في القانون. نعم، وبالنسبه للنقل كنعرفوا حتى النقل كيستعمل دابا حنا على ابواب الصيف، وكيتنقلوا السكان يعني والزوار ديال المدينه كيتنقلوا البلايا يعني كيفاش شني باش من السعر عملتوا بالنسبه للبلايا؟ واش بقات هي البلايا درنا 40 درهم، المركب السياحي 50 درهم، التصايره مناسبه. حنا في 98 في 2000 كنا كنديروا البلايا كنا كنديروا 70 درهم 100 درهم. شو دابا من ديك الوقت دابا هي نخافوا ولا التصايره البلايا 40 درهم. كتمشي نص ساعه ديال الطريق، راه جبده ديال الطريق راه تقريبا نقول لك 25 كيلومتر ولا 14 كيلومتر من هنا ولا 15 كيلومتر من العريش للبلايا راس الرمل. راه نسبة السعر راه مناسبة للمواطن. هاد الناس هادو اللي كيتعرضوا فيها ولا هذا، هادو هاد الناس هادو اللي كيعرضوا عندهم مشاكل مع السلطة وكيديروا عصاف الرويضة، وهذا هو اللي كاين. صافي.